كشفت هيئة الشارقة للآثار عن إضافة موقعين جديدين في الإمارة إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي، وهما مليح الأثري وحصن وفلج الذيد. لميا المازمي زارت الموقعين وأعدت التقرير التالي. في فبراير الماضي تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهادة تسجيل موقع قلب وحصن الشارقة على لائحة الإسسكو للتراث في العالم الإسلامي، وذلك بعد أن رفعت هيئة الشارقة للآثار ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والقيمة التاريخية والفنية للموقع المرشح، إضافة إلى الصفات العمرانية والمعمارية المميزة لعناصر الموقع وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها. جهود هيئة الشارقة للآثار لم تتوقف هناك، فاليوم تتوج جهودها بتسجيل موقعين جديدين إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي، وهما مليح الأثري وحصن وفلج الذيد. ها نحن الآن في موقع مليحة الذي يسلط الضوء على ما يحمله من قيمة مادية ومعنوية كبيرة. شهادة استثنائية لحضارة مليحة ودورها في تاريخ البشرية في المنطقة خلال 6 قرون، مما يؤكد القيمة الأثرية الثقافية للمكتشفات. ولمزيد من الطرح نلتقي بالأستاذة خلود الهولي السويدي مدير إدارة التراث الثقافي المادي. مرحبا بك أستاذة. بداية لو تحدثين عن أهمية الترشيحات الدولية لهذه المواقع الأثرية. يستند إدراج موقع مليحة الأثري على هذه اللائحة نسبة إلى ما تمثله مدينة مليحة في فترة ما قبل الإسلام من ذروة الحضارة في جنوب شبه الجزيرة العربية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي. هذا يؤكد القيمة الأثرية الثقافية للمكتشفات المتعلقة باتصالات مليحة الخارجية والدور الحيوي الذي لعبته في تجارة القوافل كونها جزء رئيسي من شبكة التجارة عبر صحراء شبه الجزيرة العربية واللي ربطت بين سواحل المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. تسجيل المواقع الأثرية هذه لأهميتها التاريخية والتراثية والثقافية على اللوائح الدولية يجعلها تحمل للعالم الإرث الثقافي للإمارة، ويجعلها سفيرة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية. ومن هنا كان اهتمام هيئة الشارقة للآثار بتسجيل المواقع الأثرية الهامة للإمارة على اللوائح الدولية كلائحة التراث في العالم الإسلامي للإسسكو أو لائحة التراث العالمي لليونسكو. جميل جدا. ما هي المؤهلات التي مكنت من تسجيل الموقع في قائمة الإسسكو؟ في التسعينيات البعثة المحلية قادت عمليات التنقيبات هذه وبدأت مليحة تظهر كنوزها للبشرية. من القطع الأثرية الفريدة والتي تعتبر كنوز وطنية وتم اكتشافها في مليحة اللجام الذهبي الذي وجد على حصان ضمن مقبرة الجمال في الموقع. أيضا وجد كنز من المرمر، ووجد أيضا في الموقع كنز العملات النقدية جرة تزن حوالي 9 كيلوغرامات تحتوي على ما يزيد على 400 قطعة من عملات مليحة الفضية. مليحة سكت عملاتها المعدنية الخاصة بها، وهذا شهدناه بدراسة كنز العملات الأثرية اللي وجد في الجرة وغيرها من العملات التي وجدت في الموقع، إضافة إلى قوالب لسك العملة مكتشفة في حصن مليحة. أستاذة خلود الهولي السويدي مدير إدارة التراث الثقافي المادي، شكرا على هذه المعلومات الثرية. الموقع الآخر الذي سجلته إمارة الشارقة في قائمة منظمة الإسسكو هو حصن وفلج الذيد الذي سنتعرف إليه عن قرب عبر زيارتنا التالية.
حصن الذيد يعد شاهداً على التاريخ العريق لهذه المدينة، فهو يعود لعام 1820 وتحديداً لعهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة آنذاك، بينما يأتي بين معالم تاريخية أخرى لها دلالات تعكس إرث وصفات أهل المنطقة وما شهدته من ظروف مختلفة. فالحصن يضم العديد من المقتنيات التي كانت تستخدم في الماضي، ما بين الأدوات المستخدمة للتنقل والسفر وما بين الأسلحة ومعداتها وغيرها العديد. كما يعكس الحصن حياة قاطنيه في ذاك الزمن، بما في ذلك ارتباطهم بالزراعة. هذا الحصن مرتبط بشبكة من الأفلاج التي هي الأخرى تعد جزءاً من التراث المادي والمسجلة أيضاً في قائمة الإسسكو. هذه الأفلاج ليست مجرد ممرات للمياه، فارتباطها بالحصن هو أمن مائي، وهو دليل على الواقع الجغرافي للمنطقة التي تعد أرضاً زراعية خصبة. ورغم أنها جفت في زمن من الأزمان، إلا أنه تم ترميمها لتكون شاهداً من جديد على تاريخ هذا المكان. تسجيل تلك المواقع يسهم في التعريف بها وزيادة الجذب السياحي نحوها، لتكون بذلك معالم تراثية تاريخية سياحية.